أول زيارة خارجية رسمية للرئيس التونسي قيس سعيد كانت للجارة الجزائر، والتقى خلالها نظيره عبد المجيد تبون. ولكن اللقاء أثار بعض الجدل بين البلدين، لأن الأخير قرر مساعدة تونس والتي تمر بأحوال اقتصادية صعبة، وأعلن هذا في مؤتمر صحفي بمشاركة الرئيس الضيف. احنا مستعدين لمساعدة تامة لشقيقة تونس في هذه المرحلة صعبة ماديا واقتصاديا، وعلى هذا الأساس خدينا قرار باش نوضع في البنك المركزي التونسي 150 مليون دولار. 150 مليون دولار من الجزائر إلى تونس أثارت ردود فعل متباينة بين البلدين، بين الجزائريين والتونسيين. فلنبدأ بالجزائريين. غرد الأخضر يقول نمدوا 150 مليون دولار لتونس لأنها تمر بمرحلة صعبة اقتصاديا، ويضحك. شغل إحنا عايشين في ازدهار ودارهم عندنا بالفاضل أو الدراهم يقول. أما نسيم والي يقول خاوة من الجزائر، ليه ما حبش هذا الوديعة تروح لإخواتنا في تونس، حنا الجزائريين متبرئين منه. يؤيد الوديعة يبدو. عبد الصمد حميدي يقول 150 مليون يستطيعون بها بناء 10 مستشفيات في ربوع الوطن، داوي في بلادك. طبعا لم تقتصر المسائل أو ردود الفعل على التغريدات فقط، بل صور أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيته وانتقد فعله أو ما فعله تبون بينما يعيش هو وغيره في هذه الأحوال المعيشية. هذا الفيديو راني ندير فيه على جال الحكومة تاعنا، الحكومة الحقارة، ناس عايشين في كراجات كارين ماشي حتى كراجة تاوعهم، لا هو ميديتي، الغاز مكاش، بالتسبيق، ما صايبين شوين نطيبو، ما صايبين شوين نرقدو، ترقد حدا توالات، تطيب حدا توالات، علاه كي رانا نبانولكم، مشي حقرة هذه، 150 مليون دولار ما تعرفش تسلفها للشعب، ما تعرفش تبني بها باطيمات للشعب، والشعب من شهر لشهر يرد لك. غضب بعض الجزائريين قابله غضب من بعض التونسيين. هذه نماذج. نقول مثلا زهير طه، فضل تونس على الجزائر لا ينكره إلا الجاحدون، فعلى أرض تونس تكونت جبهة تحرير الجزائرية، ومن أرض تونس دخل السلاح للثوار الجزائريين. إن لم تساعد الجزائر تونس في مثل هذه كذا ظروف، من الذي سيساعدها؟ أما بالنسبة لهذه التغريدة فأتت من وديعة ويقول لا اسمه سليم، ويقول وديعة الجزائر ب 150 مليون دولار للبنك المركزي التونسي دون شروط هي دلالة على صدق الأخوة والجوار والمصير المشترك، مثل ما فعل بعض الجزائريين. نشر أحد المغردين مقطعا مصورا ينتقد من خلاله ردود الفعل الجزائرية على إقراض تونس 150 مليون دولار. بالله حبيت نعلق على 150 مليون دولار اللي هزها رئيس قيس سعيد من الجزائر. اولا هو ما هزاش، ماهيش فلوس، اوكي، ما هزش فلوس، هي قرض حطته الجزائر في بنك تونس، حتى تونس يعطيها قرض البنك المركزي الدولي، معناها ضمان. كي ندخلوا للصفحات نتاع الاشقاء الجزائريين اخواتنا، احنا نقولوا اخواتنا، وهي طلعت اكبر كذبه، اوكي، طلعت اكبر كذبه في التاريخ. يقول لك الجزائر وتونس خاوه، طلعت اكبر كذبه، وبرشا عباد كشفت على حقيقتها من اول زياره رسميه قام بها الرئيس المنتخب قيس سعيد، طاحت كل الاقنعه وطاحت لماسك الكل. كيف يبدو الوضع الاقتصادي في تونس؟ ساطلعكم على بعض البيانات الماليه التونسيه. انظروا الى هذا الرقم 34.8 مليار دولار. هذا الرقم هو قيمة الدين العام في تونس العام الماضي، ويعادل 70% من الإنتاج المحلي الإجمالي. 15% من الشعب التونسي يعيش تحت خط الفقر وفقا لآخر تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية. لكن الجزائر ليست في وضع أفضل، فهناك عجز في ميزانية الدولة يصل إلى 13 مليار دولار. أما بالنسبة لتقرير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان فيقول يعيش نحو 38% من الشعب الجزائري تحت خط الفقر، وهذا الرقم يمثل نحو 15 مليون نسمة. هذا الرقم غير رسمي.